ليا كاميرا خفيه خويا راه مشات ليا واحد جوج كيلو بعدا ديال الخلعه. السيد فاش طاح فاش جات فيه القرطاسه قلت انا راه مات، ولكن كيبان لي الحبس قدامي 10 سنين انا اللي كي غادي ندير الوليدات الميمه الواليد ناس كبار انا اللي خدام عليهم. صافي بانت لي الدنيا بحال صفارت قدامي. وفاش ناض السيد وقال لي لا كاميرا خفيه قلت شي هضره وما قطعوها، سبيت شي شويه سي نورمال نفعل ديك الساعه والحمد لله. المهم كلشي داز مزيان وصافي. فابريكي ماشي فابريكي الله اعلم، المهم انا شدتني الخلعه داك الشيء هو هذاك فري. السيد طاح قدامي كيبان لي الموت، هذا الشيء اللي بان لي ما علميني والو. انا جيت قالوا لي عندك واحد السهره غادي تقدمها غتخصنا نصوب واحد الفيديو داك الشيء توريستيك على قبل البلاد على قبل ديك البلاصه في اكادير. مشيت معاهم دخلت كيبان لي داك الشيء اواه، حسيت بشي حاجه في الاول ولكن من بعد صافي بان لي داك الشيء فري. السيد طاح الدماغ راه عمرت كامل بالدم، تخلعت مشات مني جوج كيلو. ها انتم راه ضعافين شوف خويا. هاد الساعه بقاو لينا واحد خمسه الحلقات ديال دروا ديكور. درنا شي حاجه في تركيا، دينا اللمسه المغربيه لتركيا، ناس بزاف تما مغربيات مجوجين باتراك. بقى لي غير فيستيفال ديال الجوهره ديال الجديده، فيستيفال ديال مولاي عبد الله، الموسم ديال مولاي عبد الله، وشي سهرات من هنا ومن لي وصافي وتسالي لا سيزون. مولاي عبد الله خويا لو 22 23 24 25 جويي كيكون فيه الفن العيطه، كيكون فيه الشعبي، كيكون فيه دوك صحاب العودان دوك تبوريده الخياله فوالا ازيد من 2000 فارس زعما سافو لابيل واحد يمشي يتفرج. كنكون انيماتور كما هذه 3 سنين وانا كنقدم هذاك المهرجان، وعاوتاني عندي جوهره